نبقى في المنطقة الشرقية، ينضم إلينا من القطيف مراسلنا محمد الحمادي وكذلك من الخفجي أحمد غالي. أهلا بكما. أبدأ معك من القطيف محمد، يعني أنت تتواجد الآن في سوق الخضار والفواكه المؤقت بمدينة سيهات في القطيف، كيف رأيت هذه الوفرة في أنواع الخضار والفواكه وكذلك الأسعار ومراقبة البلدية؟ نعم حسن، في الحقيقة ربما التقرير أيضا الذي تم عرضه قبل قليل يتحدث عن وفرة المنتجات والمزارع الكبيرة الموجودة في محافظة القطيف والتي تضخ بالتأكيد المنتجات الزراعية وتحديدا الخضروات إلى هذه الأسواق، من ضمنها هذا السوق المؤقت الذي أنشأته أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف. هذا السوق مساحته 2000 متر مربع، و الجميل في هذا السوق بأنه هيأ 50 فرصة وظيفية للشباب، كل العاملين في هذا السوق هم من الشباب السعودي، وقدمت لهم هذه يعني الفرصة مجانا، يعني لو تتنقل الكاميرا قليلا لتأخذ في هذا السوق، السوق مهيأ بشكل كبير جدا من مثلا الإجراءات الاحترازية، وبالتالي أيضا هناك موظفين في مدخل هذا السوق يقومون بأخذ وقياس الحرارة على الذين يقومون بالدخول والمستهلكين. نتحدث قليلا مع أحد البائعين الموجودين وهو من الشباب السعودي الذي أيضا أتيحت له الفرصة ليعمل في هذا السوق، عرفنا باسمه. عباس صالح السيهاتي أبو صلوح. نعم فيك، كلمني أولا، هل أنتم الآن حين أخذتوا فرصة مناسبة وجيدة في هذا السوق كيف كان، هل الأجار يأخذوا عليكم أجار؟ لا ما يأخذوا الأجار، طبعا المحلات هذه مجانا من جمعية سيهات والبلدية سيهات وبلدية القطيف مجانا. كيف تشوف وفرة المنتجات الزراعية الخضروات الفواكه؟ والله متوفرة جدا متوفرة. الطماط كانت قبل سعره 35-36، اليوم سعره 15 ريال. البرتقال كان 55، اليوم سعره 30 ريال، 25 ريال. كل شيء رخيص، الفقير يقدر يأكل والغني يقدر يأكل. الأسعار مناسبة وإقبال الناس، كيف تشوف إقبال الناس؟ جدا مناسبة، كان البصل 30 ريال الصغير، اليوم 10 ريال، جدا مناسبة، الكل يقدر يشتري. جميل، الله يعطيك العافية. خلينا نشوف بعد رأي شخص آخر. السلام عليكم، كيف الحال؟ تعرفنا باسمه. حسين حاتم. كيف تشوف وفرة المنتجات الزراعية الخضروات والفواكه في السوق؟ والله واجد ممتازة، يعني كل شخص وماخذ له فئة، يعني خضروات وفي فواكه كل حاجة متوفرة، يعني ما في شيء مو متوفر. الأسعار كيف؟ لا الأسعار واجد ممتازة، يعني أفضل المجمعات، ولا حط الفكرة هذه إن نجيب هذا المحل. وطبعا نشكر جمعية سيهات ونشكر بعد البلدية هي اللي قامت بهذا الشيء، صراحة شيء إنجاز باللي سووه لنا إياه. الله بالتوفيق إن شاء الله. الله يوفق حبيبي. إذن يعني هذا السوق حقيقة اجتمعت فيها أشياء كثيرة جميلة، من ضمنها أن يكون سوقا مؤقتا في مدينة سيهات، ومن ضمنها أيضا دعم للشباب السعودي ليقدموا، يعني تكون لهم فرصا للعمل ومهنة جميلة جدا، وبالتالي أيضا الاحترازات الكبيرة الموجودة في هذا السوق لها دور كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا. طيب يبقى معي محمد، ننتقل للزميل أحمد المتواجد في الخفجي بأحد محلات التمور والقهوة في الخفجي. أحمد، كيف ترصد لنا العرض والطلب على التمور؟ نعم حسن، نحن اليوم في أحد محل القهوة والتمور في محافظة الخفجي، وهذا المحل هو من بين العديد من المحلات المتواجدة في هذا السوق منذ أكثر من 25 عاما. جميع هذه المحلات حسن كانت تشهد في مثل هذا الأيام من الأعوام الماضية يعني حضور وتوافد كبير من أهالي الخفجي، من المواطنين والمقيمين أيضا من داخل وخارج الخفجي، بالإضافة إلى الأشقاء من دولة الكويت الذين كانوا يتوافدون باستمرار، إلا أنهم غابوا هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. سوف نتحدث بشكل أكبر عن هذا السوق، معنا صاحب هذا المحل مطلق السبيعي. أهلا وسهلا بك عبر الإخبارية. أهلا وسهلا. حدثنا عن وفرة المنتجات لديكم وما هو متوفر. اللهم لك الحمد، متوفر جميع الأصناف، متوفرة كلها بإذن الله، ولا في الحمد لله أي ناقص. متوفر إخلاء التمور بشكل والرطب والسكري والبر والطحين، كل حاجة اللهم لك الحمد. اكثر ما يطلبه الزبائن لديكم سواء من التمر او غيره؟
طبعا التمر بشكل عام، جميع اصناف التمر يا طويل العمر، وهو الطحين والدقيق والقهوه والهيل بشكل اعتيادي يعني. اخيرا ماذا عن ارتفاع الاسعار؟ هل هناك ارتفاع ملحوظ؟ اللهم لك المنه والحمد، يعني احنا توقعنا صراحه يصير في ارتفاع، ولكن الحمد لله ما صار في اي ارتفاع، وفي استقرار نسبي في الاسعار اللهم لك الحمد، ما تغيرت يعني من قبل الجائحه وبعد الجائحه نفس الاسعار بالضبط. شكرا لك ويعطيك العافيه. اذا حسن، كان هذا حديث احد اصحاب هذا المحل. وفرة السلع ولله الحمد موجودة، وجميع ما يحتاجه الفرد على المائدة الرمضانية متواجد. عودة لك بالصوت والصورة. طيب أنا أشكركم الزميل محمد الحمادي، كنت معنا من سيهات في القطيف، وزميل أحمد غالي من الخفجي، شكرا لكما.